لك ما خربت الدنيا. اساسا هو ما بيحب يلبس فستان عرس، غير انه هو ما كان بده يعمل عرس من الاساس. بقى خلاص اجت الخير اللي لو عملت مثل ما بتحب. ولا بشو بدي روح؟ كل ثيابي اللي باقي جينزات. نلحق علي. لك امي قالت لي جهز شيء ثاني غير الجينزات والكنزات، انا تمسخرت على الفكره، لك انت لا لقيت شيء فستان سهل البسته. اقتراح فني، البسي جينز وجاكيت جلد وحطي الطرحه. لا تقولي لي مو اقتراح. هيك هلقت منحوس، لك ما في شيء زبط. هو احد احتمالين، يا اما القدر عم يقول لك انه بكفيكي لقيتي حدا زبطتي معه خلاص ما في شيء بيكمل كله، يا اما عم يقول لك اجلي هالجواز شوي لانه ما حدا بيتجوز بكيفه وعمره 20 سنه. على فكرة مو أنا اللي حكيت، لينا اللي حكيت. شكرا لكم. جد ما بعرف شو بدي أحكي معكم، ما عليه مشان يكمل النحس هاليوم. وين المشكلة نتزوج دول عمري 20 سنة؟ وين المشكلة اللي لقيت الشخص اللي عم دور عليه؟ أنا وعمري 20 سنة. وين الأزمة إن كان؟ ما في أزمة ما دام في اختراع اسمه طلاق. طلاق؟ معقولة لينا أنتِ؟ يا شو هالحديث هلا؟ ندى جد احنا كثير فرحانين انه رح تتجوزي. بجوز لينا كانت حاسه انه فيك تاجلي القصه لبعد التخرج. عمليا ما صار لك بتعرفي انس كم شهر وحبينا بعض، وين المشكله؟ ما في مشكله خلص. ليكي انا اسفه عن جد، انا حدا سائل. تعي مبروك. شو زاوية لا مشان الفستان؟ ما هي كل فكره العرس اني البس فستان ابيض. خلص ندى، كل اللي جايين هن رفقاتك من الجامعه وامك وكم رفيق ورفيقه لالا، بعدين امك اجن منها. الفكره اللي قالتها ماجده كثير ظريفه والله، لا تطلع فني. قومي جيبي لها مقص. يلا دقيقة قوام بسرعه طير. يلا لحظه خلص.